في ليلة ونهار العالم تقلب، كائن صغير طيح حهيب الدول العظمى، حير العلماء ودمر الاقتصاد ودمر العباد. أما دمرني أنا زادة. اليوم نحكي على تجربتي مع كورونا، شنو صار باش كل شيء في حياتي يتبدل 180 درجة، والأخطر اللي جملة من حقوقي انتهكت من غير ما عملت لأيدي لساقي، ما غير ما نجم نعمل حتى شيء، مستقبلي ضايع بين يدي. عسلامة، أنا ريهام، تلميذة تونسية عادية نقرأ ثالث أداب، وأكبر طموحي أني نكمل قرايتي ونبرز وجودي كفرد فاعل في المجتمع في سني هذا، ونجم نفيد بلادي كي نكبر. أما خسارة، توحشت قرايتي، توحشت الجو اللي كنا نقرأ فيه وصحابي اللي بعدون عليهم، وتوحشت زاد الريتم اللي كنا نخدمه به. شنو أثر؟ كل شيء في لحظة تبدل، ونلقى روحي ضحية قرارات فاشلة ما عندها وين مش توصل، كان الجهل والتخلف والتكركير بلغتنا نحن. أكثر حاجة قلقتني هي التغيير الكارثي اللي صار على البرنامج الدراسي. دروس ولات مخفة بصفة كبيرة، وبرشة تفاصيل من حقي باش نعرفها قاعدين نتغاضاو عليها، وبات ساعات عنوان كبير نتعداو عليه مرور الكرام، ولا حاجات غامضة ما كافيناش الوقت باش نوضحوها، نطالب أستاذي باش يفسرها لي، وبات ساعات يقولي الوقت ما يسمحش ويكمل درس. مضطرة باش نرضى بالحالة هذه أحببتو أم كرهتو. في الأخر الوزارة حطت شروطها، واني مضطرة زادة باش نلتزم بها، وبكلامي ولا بلاش حتى شيء ماهوش باش يتبدل. هذا كمصيري المجبور عليه، ان نتعدى ومستواي تحت الصفر باش نعدي البكالوريا. واللي زاد الطين بلة وخلى الوضع الدراسي يزيد يتعقد هو تطبيق الحجر الصحي بصفة مكثفة، الشيء اللي خلاني نتسائل علاش هذا الكل. فرضوا علينا حجر صحي شامل، وبعد العباد ما التزمتش به، ومن با فما ردع، وانا تلميذه مشيت ضحيه للاستهتار هذا. ما كانوش قدر المسؤوليه وما حسبوش المتجاوزين، والاصابات كانت في ارتفاع لا في انخفاض. دونك فاش قام منه هالحجر الصحي اللي ما عنده حتى لازمه وضرنا ما نفعناش. كيف تطبق قانون العباد وعباد لا ما يتسماش هذا تعدي على الحقوق؟ وما غير ما نحكي عاد على الإهمال الكبير للوضع الصحي داخل المدارس أو المعاهد وغيره. أبسط المستلزمات ماهيش موجودة، كيما جاء المثال اللي خاصته الدولة المؤسسات التربوية، واللي الأكثرية يستغلوا فيه بعض العناصر أو عناصر إطار التربوي لمصالحهم الشخصية. فما منهم اللي يهزوا معه شوية للعائلة ويفرق على أحباب والأصحاب. مراقبين الصحة كهل العيد جاءوا مرة وبعد بريسك مريض حتى واحد. من حقي زادة باش ندخل نقرأ في كلاس نورمالمون تكون معقمة قبل ما ندخل. في الاخر فما حتى ظرف يعني يسمح للتلميذ باش يمارس حقه في الدراسة في ظل الوضع الصحي هذا اللي قاعد تمر به البلاد، والأهمية العمال يكبر ويزيد، والتلميذ كما العادة قاعد يمشي ضحية. شوف، صحيح بلادنا والعالم الكل قاعد يتعدى بأزمة كبيرة وفترة صعيبة واستثنائية، أم الأوبئة حاجة عادية تنجم تصيب البشرية. ما تشاورش، دز الباب وتدخل، ما نجموشنا نعرفوا لكي فيش ولا وقتاش. أذاك علاش عادي زادة باش برشة حاجات تتبدل وتصير برشة تغييرات في نمط حياتنا. نحكي على الدول الكل، منيش نحكي كان على تونس. أما هذا ما يمنعش اللي فما سوء تصرف واستهتار كبير قاعدين نشوفه فيه، والبلو بير اللي صارت برشة انتهاكات حقوق وحريات المواطنين، من بينهم في القطاع الدراسي التلامذة وحتى الإطار التربوي اللي قاعد يتعرض لمظلمة كبيرة كل يوم. بطبيعة هذا يبقى البوينت فيو نتاعي ورأي المسؤول عليه، أما في الأخر من نجم نتمنى كان الخير لبلادي وللعباد. وآخر حاجة باش نقولها، We are in this together and we will get through this together.